مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات ليالي الكويت مثل ما وعدناكم. راح يكون معانا هاوي وجامع المسابيح ناصر الصانع مثل ما انتم شايفين بيدي مصباح قيمته 3000 دينار. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. نورت ليالي الكويت. هذا اللي تقولين هاك يعني انت ما مسكت الا اغلى واحد وخذاه وحطه يمه ترى ما راح يعطيك اياه. لا انا اخذه وامشي عاد. يعطيك العافيه. بس شنو سبب الغلاء؟ يعني ليش هذا 3000 دينار؟ هذا كهرب بولندي حجر طبيعي. سعر انه غالي وزنه. غير انه وزنه خامته قديمه. اي خامه المصباح انه حجر حيل قديم. اي فهذا اللي مغلي سعره. بس ترى في مثل في عطر. اي هو مع الاستخدام الكهرب يتغير لونه. أي. وتطلع معاه ريحه. زين ناصر شنو هذا المصباح اللي يفركونه كذي يطلع فيه ريحه لما تفركه؟ هو عندك الكهرب وعندك. أي. الزعفراني وعندي لا يصير نفس الخشب كذي او شيء. انا شفت واحد مره ماسكه يصير يعني ما يصير يعني ملمسه بهالشكل يصير خشبي شوي. لا ما ادري شلون صاير يصير يفركونه كذي يطلع شوي. يمكن هم حاطين له عطر. ما اعرف يمكن حاطين له عطر. مشكله المصباح بقول لك بصراحه المصباح قد ما تشتري غالي يضيع منك بصراحه. وانا راح اسالك يضيع التشار. ولا والله هذا هو يصادرونه ينجطل. اي لان اول مشكله المصباح ان انت اليوم قاعد تستخدمه بايدك ماسكه وتسبح فيه وكذا يكرف ايدك يسحبه من ايدك. صح يسبح فيه شوي بعد ايش يصير؟ مع السلامه. مع السلامه ما تدري عنه. دق عليه ثاني يوم وكلايبه مو عندي بالديوانيه. زين شلون بالله هذه السالفه؟ احنا سوينا طريقه على المسابح هالسالفه هذه لان تدري اكثر شيء ينضرب اللي هو المصباح. فقمنا نحط نشك اسامي على المسابح. ايه؟ مثلا نحط اسم مثلا ناصر الصانع. اوكي خذ عليه بالعافيه. اوه هذا مصباح مشكوك عليه اسمه. اي رده ايش دعوه يرد لك يا ما راح يرد لك. والله هذا شوف نجحت معانا نسبه 70%. حلو ايوه الباقي صح. اخوي ناصر عندك انت مصباح خاص فيك. أيه؟ قالوا لي الشباب انه يعني هم مميز. مع انه سعره اقل بس يقولون شكله حلو. وينه؟ خلينا نشوفه. هذا شويه الحجر غريب. اي هذا طبعا هم كهرب بولندي. طبعا خامته مستواه اقل من هذا لانه شفاف. الكهرب بولندي درجات عندك اول شيء الابيض. بعدين الاصفر بعدين الاصفر الشفاف بعدين هذا بين الاصفر الشفاف وبين الشفاف العادي. بس هذا قديم انه ماخذ لون. وزنه 70 جرام قيمته 600 دينار. اي قيمته 600. هو بالنظر نقدر نحكم عليه بين ناصر يعني مثلا واحد قاعد يراعي مسابيح يعرف المصباح اللي بيدك كم قيمته؟ اي يعرف. يعرف إيه؟ بيدك من غير ما يمسكه. اذا يعني هاوي وله يعني خبره من اول يعرف. حلو بناء على السعر. أيه لا سعر السوق نفسه. أيه. زين ناصر انت بنفسك تخيط المصباح؟ اي اسوي شكات حتى تسوي يعني ديزاينات. أيه معينه. أيه. شلون دشيت هالمجال هذا؟ يعني انت بعديها هوايه. أيه. وشلون بعدين استمريت فيها؟ أيه. انا اول شيء طبعا انا كنت اجمع المصابيح والخامات الطبيعيه والمصنعه. بعدين انا عندي اتعامل مع ورشه ياخذون بالاجر يعني. فاطلب كميه ويسوونها لي. بعدين قلت انا ايش فرق بيني وبينهم يعني. هم ماني مناقصني شيء يعني. صح تقدر تسوي. أي. بيدك. ف الله يخلي اليوتيوب وجوجل وصور والفيديوهات. اي تعلمت ما ضبط يعني. زين تجمع مسابيح دائما تشتري من مصر وتركيا. ليش مصر وتركيا تحديدا؟ تركيا يمتازون بالخامات العثمانيه القديمه. شغلات انتيكيه ما توجد الا عندهم. لما تقول الخامات تقصد المصباح نفسه. الخرز. الخرز نفسه. الخرز نفسه. فما توجد الا عندهم. بخصوص هذا تركيا ان عندهم شغلات انتيكيه قديمه على ايام العثماني. اما مصر احنا لما ندز لهم الخامات اللي هي مثلا العصا مثلا اللي احنا نسميه البلاطه خامه المصباح الاساسيه. انا اتعامل مع مصر لان ايدي عامله اقل كخراطه مصباح. يطلعون خرز يعني. معنا على الهواء طبعا يطلعون خرز عرضنا المخرج. هذا اللي يخلينا نتعامل مع مصر بهالخط هذا انه يخرطون اقل وتركيا انها خامات عثمانيه قديمه. وش كثر هني الشباب عندنا متولعين بالمصابيح؟ والله ما شاء الله يعني خلينا نقول يمكن 90%. تعدد الديزاينات تعدد الموديلات الخامات الوانها شكات. الوانها انسيابيه مع لون الخرز تجذب الشباب. انزين الحين كل مصباح هني له قصه؟
مو يعني مشكلة. اي يعني ابيك تقول ايش معنى هذيل اللي اخترتهم وجبت لنا اياهم مع ان نعرف عندك وايد ايش وانت ما نحسدك يعني لكن يقولون تعال شويه من العين عندنا غاليين عندنا اغلى من هذول يقول بس حبيت اوضح شغله قبل لا ابلش بالخامات. سعر جرام الكهرب اغلى من جرام الذهب. الذهب ترى ساعات ينزل قيمة الجرام صح. الكهرب ما ينزل هذا ثابت يا ثابت يا يصعد ما عمره ما ينزل اي هذا بس معلومة زي الاحجام ليش تختلف الحين هذا اللي عندي اقصر تقريبا من اللي عندك واصغر عدل اي على حسب الخراطة يعني احنا في ناس ايدها ما تصلح حق مسابيح كبيرة يقول انا ما ارتاح حق المسبح الكبير اي فاحنا نخرط جميع الاحجام في ناس يقول لي انا بمسبح ناعم ملموم على الايد اي انزين وفي عندك زباين من السيدات ولا ما في؟ إيه الحمد لله يشترون إيه يشترون مسابيح إيه يشترون إيه بس عادي يشترونها كذي ولا يبونها عمليه؟ لا يعني شوف اكثر شيء يعني البنات او الحريم لما يطلبون مني ساعات يطلبون 99 حق الصلاه او مثلا الوان فوشيه احمر يخلون اسوار بس مو مهم الحجر شنو لا مو مهم أي يحطون بس شكله حلو اي بالضبط او يحطونه اسوار على الايد أي. بنفس الحجم الطبيعي ولا يقولون لك سوي لي واحد صغير لا يعني هم لما يقولوا لي انا ابي سوار انا بحكم خبرتي القياس مثلا اسوي لهم على القياس اعز مصباح على قلبك هالسؤال توه من الشباب فوق اي اي هو بالبيت طبعا وغالي اللي بعرف غالي عطنا قيمته كم بالبيت طبعا اي بالبيت ما يطلع قيمته 10,000 ما شاء الله هذا مال هذا لا يطلع خفي بقولك انت كلك مع المصباح اي مال يدي الله يرحمه ان شاء الله هذا مره من المرات خالي جاينا البيت انا ما ادري الناس خالي يحب المسابيح فقال لي عندي لك مصباح ابيك تشوفه المهم مرت فتره كان صدق فعلا جابه ولا المصباح صدق قديم اسمه كهرب طبعا كهرب الماني منمش هذا التعريف ماله ففعلا قديم فجنيتها منه حلو حلو بس السالفة من زمان يعني حيل احتفظ فيه لك علاقة بعد مع الفنانين منو زباينك ولا شنو موضوع الفنانين الكبار والله شوفي انا بداية يعني في كم فنان انا قدمت له هدية حسين المنصور حسين منصور ونبيل شعيل ماجد المهندس وليد الشامي انت هديتهم اي وفي زباين حسين منصور صورته وياه انه ماسك المصباح هذا الاسود كم قيمته تقريبا هذا قيمته 35 دينار زين حلو سعد طيب. سعد الفري كانت تعتقد طلبات سبيشال يمكن اما الفنانين اللي هم زبايني ما شاء الله وايد حلو. زين انت ما فكرت تشتغل في يعني الحين سوشيال ميديا ما شاء الله الناس كذا تتوجه يعني في بيع او شراء وكذا من الانستغرام هالشغلات عندك انستغرام اي انا بديت اول شيء بالانستغرام اي اسست نفسي بالانستغرام كونت لي قاعده فولورز بعدين يوم شفت الاقبال وكذي في يعني ناس اكثر شيء اللي خلوني انا ابطل محل ان الخليجيين احنا ودنا لما نجي الكويت ودنا نشوف مسابيح انا ما اقدر كل بين فتره وفتره اني ابطل بيتنا تعال حياكم اي فنطرت شوي بشوف الاقبال زياده صاروا الناس يعرفونك من خلال الانستغرام بالضبط وسعت القاعده ايه زين بعدها بطلنا محل حلو عندك خطط قدام شويه تجيب اشياء نوادر مثلا تروح ممكن تسوي مزاد على لا المزاد يطيحون المزاد بين قوسين يطيح ما يعرفوا له ليش يعني انا تعبان ليش هذا سحري انا ليش احط مزاد بس يمكن يبون يعلون لا يعني يزايدون عليه في هذا شوف احنا لنا نظره بمجال المسابيح هم عارفين شنو سالفه المزاد على المسابيح فلا قليل علي فانا ما انزلهم مزاد زين تاخذ نوادر يعني إيه؟ تحاول انك تشوف وين في مصباح نادر لتاريخ وتروح تاخذه مو كل النوادر اخذهم اشوف اللي له سوق اي انا ما انا هم نفس الشيء هاوي وتاجر وكل والله شيء. في سؤال انا الحين يبالي يعني هذه احجار طبيعيه والحجر الطبيعي التعامل معاه مختلف عن الشيء الصناعي العادي بالضبط. شلون احافظ عليهم شلون احافظ على جمال الحجر هذا من غير ما يتغير لونه الأسوأ او يخترب اوكي الخامات الطبيعيه عندك الكهرب وعندك العاج اللي هو نابل فيل اي طبعا كل مصباح الحين راح اقول شلون طريقه الحفاظ عليه طيب. اول شيء الخامات الطبيعيه خلينا نقول على الكهرب لازم تحط له خيط حرير
انا جايب هني خيوط اللي هو البكرتين اللي تحت الزرقاء والكحليه ماشي. هذا خيط حرير هذا لازم تستخدمه حق الكهرب لان الكهرب يتاكل بسرعه لان اساسا مع السنين تضعف الخرزه فانت يبي لك حرير يصير انسيابي مع الخرز ما يخرب الخرز يعني. ما يخرب الخرز لو تحط إيه لو تحط له الخيط شوي مثلا اللي احنا نقوله الايراني مثلا اللي هو البكره الرصاصيه هذا ياكل خرز بسرعه أي. هذا اهم شيء اهم نقطه انك تحافظين على المصباح الخيط الخطوه الثانيه علبه مخمل زين لان المخمل بنفس الوقت تحافظ ما يغبر تغبر الخرز بس يقولون في شيء لازم تحافظ على نسبه رطوبه معينه او لازم توخر عن ليش انا قلت مخمل المخمل هو اللي يحافظ على يعني اذا خليته بالسياره اختربت اتوقع صح عند الشمس اخترب اي بالضبط يصير هو شوف المصباح الكهرب يتغير لونه مع الحراره فانت اذا حطيته بالشمس خلاص صار هني لون وهني لون خليه يتغير بايدك احسن اي صح اي لان انت شوف كذي تدور يدور الخرز على الايد يعطيك العافيه اخوي ناصر وسعداء جدا بوجودك نتمنى لك كل التوفيق كل ما خير توجهها لمتابعينك اول ما نختم لا تنقشون بالمصابيح لا تنقشون بالمصابيح بالضبط اذا مشاهدينا مستمر معاكم بالفقرات لا بعد شوي عندنا المطرب بسام طرب وتعديل الراس في الفقره الاخيره خليكم معنا